قضية الصحراء الغربية هي بالأساس قضية حقوق إنسان، لأنه عندما نقول تصفية استعمار معناها تطبيق مبدأ تقرير المصير اللي هو أب وأم كل حقوق الإنسان الأخرى. ونحن نشاهد في يعني منذ 3 أسابيع وأسبوعين، يعني في 13 نوفمبر عفوا، هذا هجوم قوات مسلحة واستخدام مفرط للقوة ضد مدنيين عزل يمارسون أحد الحقوق التي تضمنها العهد الدولي للمغرب مصادق عليه، اللي هو حقهم في التظاهر السلمي. إذا ما يعانيه الشعب الصحراوي بالنسبة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يقبل من طرف المجتمع المدني. ولهذا فنحن نقول أنه تسمح لي في هذه نستغل هذه الفرصة باش نقول البرلمان الأوروبي الذي يتكلم عن تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر كان له في الحقيقة لو كان موضوعيا أنه حالة أخطأ في المكان. تدهور حقوق الإنسان موجودة في الصحراء الغربية وليس في الجزائر. مجلس حقوق الإنسان اللي هو ذراع الأمم المتحدة بالنسبة لحقوق الإنسان هو المفوضية السامية لحقوق الإنسان. بطبيعة الحال نحن ننتظر أن يكون هناك ردة فعل بالنسبة لهذه الانتهاكات الموجودة في هذه المنطقة. ثم أنه ما يحدث وهنا لمجلس الأمن بما يحدث هو أنه يعتبر انتهاك للأمن والسلام الدوليين، وهذا يؤثر على كل منطقة. ومن هنا ضرورة أن يتدخل مجلس الأمن ب يعني أمر الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقوم وفي أقرب فرصة ممكنة بتعيين ممثل له في الصحراء الغربية. والاستفتاح حول ماذا؟ الاستفتاح حول زوج أسئلة اللي وافق عليها المغرب، هي يا إما الاستقلال وإما الانضمام إلى المغرب مباشرة مكتوبة بهذه الطريقة. صح معليش الآن أضاف المغرب يعني طريقة أخرى هي الحكم الذاتي، نعم نعتبر صورة من الصور التي تطرع للشعب الصحراوي، لكن يحب يختارها يختارها، لكن لازم تعطي له الحق في أن يختارها. المغرب صادق على البروتوكول الأول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهذا يعطي الحق للمواطنين والأشخاص الذين يرزحون تحت نير يعني في الصحراء الغربية، يعطي لهم الحق باش يرفعوا شكاويهم الفردية إلى لجنة حقوق الإنسان ويشتكيوا بها بهذه المظالم التي تقع عليه. نشاهد يعني يوميا ما يعانيه الصحراويين خصوصا الناشطين والناشطين تاع حقوق الإنسان داخل الصحراء الغربية. احنا نشوف في شهادات يومية يعني كيف يتعرضون إلى عملية التعنيف وعملية التعذيب وعملية يعني الاحتجاز والتوقيف تاع السوفيين وما يعانيه المساجين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية. هذه موثقة يعني في الحقيقة. لهذا فنحن نقول أنه يجب أن كمجلس وطني لحقوق الإنسان بطبيعة الحال هنا يجب أن تحترم الالتزامات الدولية للدول الأطراف عندما تصادق على الاتفاقيات، يجب أن تجسدها في أرض الواقع. وهنا تسمح لي باش نقول نقطة مهمة، لأنه المينيرسو في الحقيقة اللي هي نتاع الأمم المتحدة يجب على مجلس الأمن أن يعمل على توسيع دائرة اختصاصها لحقوق الإنسان. المجموعة الدولية عليها واجب أن تقدم العون يعني بمختلف وكالات الأمم المتحدة من تاع اللاجئين نتاع الغذاء إلى آخره، نتاع الصحة نتاع اليونسكو، كل هذه المنظمات يعني معنية بأن تقدم المساعدة لهذه الشعوب. هو صحيح في هذه الفترة تناقصت ما يسمى بالإعانات الإرادية، إذن فبالتالي في الحقيقة المجموعة الدولية مدعوة أخرى إلى ضرورة تسليط الضوء على هذه المنطقة بإعطائها لكل المساعدات والإعانات الإنسانية التي تساعد على استمرار الحياة في هذه المنطقة.